تزيد الى 20 نقطة. فرنسا مع اسكتلندا، فرنسا 19 اسكتلندا 18، ما زال متعادلين. وهنا تصويبه في المرمى، هدف ثاني لانجلترا من مايكل اوين على حين غرة وفي غفلة من الدفاع الروسي. الكرة تصل لمايكل اوين الذي يطلقها بدون هوادة بدون انتظار عن يمين الحارس الروسي فيشسلاف مالافيف، معمقا جراح الروس ومعززا تقدم بلاده ومحرزا الهدف الثاني لانجلترا هذه الامسية. تصحيح وتصليح للكرة من رأسية ايميل هيسكي وحيدا بدون رقابة، يطلق الكرة عن يمين الحارس مايكل اوين للمرة الثانية، يفعلها هذه الليلة للمرة الثانية بدون رقابة ومن اللمسة الاولى. مايكل اوين في الدقيقة 31 يعزز من تقدم بلاده. ماذا نقول؟ نقول انجلترا هدفان او نقول مايكل اوين هدفان؟